هذه حتى التراثيه، اشتمل على الحصون وعلى المسجد وعلى المزارع، سمانا بالحيالين. يا الله حمام محمد لما يجيب الواوي، هذا برحالة الجبل يتكون أساسه من حجر ومن عقب من طين، عقب سبوا فوق فيه سكفوه من مداد وسعف النخل دعون، سبوا فيه أفراج، سووا المرامي، هاتوا المرامي، هاي فتحات سموا المرامي حق الحراسة. شوف من الجهة هي هنا الحراس يكتشفوك، هي من الشرق ولا من الغرب، من الجهة تكون تعرف ولا شخص من جهة لينا، هي من أمر كل واحد ياخذ مكانه في البري في السيبة هاي مكان في الحصن، هذا أمن البلد، الأفراج هاي والسياب معدودات أمن البلد، هذا زمان قديم لكن بنوا هالبلاد هالحتة محيط البلاد كانت حارة اسمها حارة الجبل، وكان ينبو من هناك سياب بعد ينبو على الجبال طويل، هذا في سياب برج، لكن بري ما من النوعية هذه، هذا بل موجود عليه وبري بنى عليه، والحارة هنا كانت قدام السويبي والشعبية، هاي كانت الحارة هنا حارة عودة كانت خيام، وهذا الحصن ينبه من هناك. السدرة هذه لها تاريخ قديم من زمان، كان أبوها اللي هنا استخدموها حتى حق العراس يطبخوا تحتها ويهيروا الناس يتعشوا على وين تحت السدرة هذه، كان هي أكبر عنها الحجم، هذا كان فاتح الشباب على بكر شباب عودة وصل لين الشارع وصل لين قريب الليبل، عقب فترة يوم يشهر هاته وين السبعينات أمر جاب الشرطة بنى بيت هالوين خيام، سوى خيام هالوين خلال فترة وايد من الشرطة تكون معقب دقلوا لمكانهم الثاني اللي احنا موجودين فيه، أول مركز حتى صار مركز هنا مركز خيام، أول كان قدام سوى البنيان معقب صار البنيان. حصن محمد بن حمد حصن حار الجبل هذا منزله، كان في حصن في صيف اللزم الناس عنده يتحاكموا عنده، مكان هنا اسمه الصباح، فيه كان فيه خشبه حق صيف مقت يوم يومين، اقول صحهم بينهم بين الاهالي بين الجماعه ورخصوهم، هذا بنى قديم على فوق 200 سنه، من طابوق من التول والطين واليص وأسعاف النخل المداد والدعون والسميم، هاي بيبان الحصن، هاي بيبان يبهم دبي، ما هنا يبهم بيبان، يبهم دبي بيبان على الأركاب، مايوب هاي الباب أصلا ما يبى على الأركاب من دبي، على الأركاب يبهم دبي ويحطوه لنا في البيوت، كان باب العود ولا بيبان صار اللي داخل. إنه هنا ما كان نجار عندنا، نجار ما كان عندنا، من دبي كلها بيبان خشبية يبها من دبي، اسمها فتحات اسمها فرخة اسمها فرخة، ما اسمها فرخة صغيرة، سووا بعد داخل بعد الفرخة مشان وعيان فنايين ما فنايين حطوهن داخل الإدار، الحراس اللي داخل يشوف اللي من برا اسمه مرامي، وهاي اللي فوق اسمه مرزاب، صوصي في الماء من السقف للأرض هذا اسمه مرزاب. العلي وهي من اسمه مرامي، هذا الصباح اللي بالحرس هاي موجود. هاي الحصن العبد الله بن علي خليفة بن علي المايدي بالواوي، هاي اسمها غرفة، هاي مراقبة الحراسة للحصن ولين الحارة، فيها مرامي اسمها مرامي، كل واحد يسد من جهه تسديد سلاح في كان فيها انت بالسلاح، هاي حمايه المنطقه وحمايه الحصن، اما الاغلاف هاي سكنتهم. هذا بيت محمد بن خليفه، هذا البيت كون من اربع غرف، هذا البيت انا ولدت فيه، هاي مساحة البيت داخل، في هناك نسوي حق الحيوانات نروح مكان بالسعف العادي بيت، ونسوي حق الياس أروحها، لكن المخازن ثلاث حق سكن،
وواحد رابع اسمه بخار مسعود الحين هو اسمه بخار هاي حوش محمد بن خليفه اسمه حوش ما اسمه حسن اسمه حوش انا عايش في البيت هذا هاي بيتنا انا عايش فيه لين صارت البيوت الشعبيه رحنا هاي مصيبة بنينا بيوت انتقلنا منه صرنا مساكن شعبيه ولا احنا كنا عايشين في الحاره هاي الحاره حاره الحيرين حارتين حاره هاي حاره الجبل حاره الجبل هذيك الغربيه وهي حارة البومة يسموها الحيارين مختصرة روحها باسمها روحها كلها مناكل كل أحد لها اسمها كان هاي مال الحيارين وكان حتى كاملة حتى كاملة عودة بلاد عودة حتى كاملة في البيت كنا بايدين احنا الولد أنا واحد وحيد اللي في بيتنا واحد كان يدي زوبي حريم بايدات عنده أربع حريم وابي عنده هنتين يكون حد بمخازن وحد لا الخيام داخل العابنا مختلفه عن العاب اليوم في عندنا تبه ثم تبه او احنا اسمها كوره تبه من زور النخل زوره طويله حطوها كذا بالارض بيربها فيها مطيش ضربوها صارت هناك ولها واحد هناك التقيها انطافت عنه قالوا لا سنح نهاية نهاية هناك يلعبوا كرابي اكسفورين يبوها بيد الثانية يلعبوا كرابي ويلعبوا سرع يطيحوا عظم ويصفق عليه هو ناجح ولا هو فاز هذا العاب كان عندنا هنا هذا الحوش بيت محمد بن خليفة يشمل على أربع غرف ثلاث غرف نوم والبخار هناك درس عقل الحيوان اللي بقرب الهوش حطيه هناك هنا كانت خيمة كشليناها منه في الوسط هذا يشمل على الحوش المكان هذا مسكن هذا الهوش اللي كان البقر والهوش واليعد هاي هن الحيوانات أقوم أشوف مهاتي حاج يحلب وحاج يسوي قهوة وحاج يخبز ريوق كل واحد بعمله وحاج يروي من الشريعة تهالي بيوت ما فيه ماء يربون من الشريعة من فلي على قدور ولا على حروس ولا على ولا في سعن هاي مواعينها من شان الربا سعن وخرص وقدر صدموهن البخار فيه مواد غذائية من تمر وحبوب واشياء مواعين المكان هذا سميه ابا سميه بخار فيه قدورنا وصحوننا واشغالنا هذا وتمر واي شيء نحتاج البيت هذا المكان هاي مبنى اسمه خدعه فيها عندنا خدعه في عندنا خيمه هاي كانت خدعه هاي تكون من حصى من وادي وطين وباب خشب زين وفوق مد مع شباك عليها من الخوص اللي هو الزور ومنه عليها دعن فوق سميم فوق دعن بعد هاي سكنه اكثر حاره في المنطقه هاي وحولها المزارع لا تنفع مزارع العودة اللي هي عند الشريعة فلاي داوديات فيها هنين فلاي داوديات مشروع اسمه الشريعة عند الجامع جامع حتى هو جامع الوحيد حتى هذا سابق والحمد لله حين يجي الشيخ ناس من سعيد ظل الاتحاد وجو الشيخ بن سعيد صار عندنا عدد جوامع مو بلا جامع واحد وعدد أماكن وطي حياتنا من الأولية اللي حين فرق وايد بيت الشيوخ هذا وين؟ الشيخ محمد الشيخ راشد والشيخ محمد والشيوخ كلهم جزاهم الله خير شفنا النور بلاد شافت النور هذا المخزن يسمونه حسن مخزن مايد بن علي المخزن روحه ورقع هاي تبع مسكن زين لكن هنا سكن الضحيه هناك سكن سعيد بن ربيع تحت قرطه هذيك مساكن عديده وسكن هنا ديوان
عبد الله عبد الله معلي اسم دليوان معروف اسم دليوان وسكن خليفه مع عبد الله سكن هنا بعد هاي الحاله هاي كانت بطريقه هاي مفتوحه هاي المساكن وكانت هنا خيمه هاي هنا كانت خيمه وكان هنا بيت سكن بيه اسمه بن حام سعيد بن حام وهنا خيمه مسكن هنا وين وهذا حصن عبد الله معلي خليفه معلي مبناه بعد مكتوب الحشر هذا البيت علوم حسين تاجر يعني من دبي وسب خضر هاي شراها عند اصحابها وبنى فيها بيت فتح دكان هالوين دكان واحد حتى هاي المخازن ثنينة سيد محمد مخازن هاي ثنينة سيد محمد وعلي بن سيف اللي فوق طيح انا عادي مساكن في طاجرين كان خيام وخداع الهاشم بن علي وخليفه بن علي مسكنهم مع علي بن سيف معاليهم هذا الخيم خدع اهالي العلي بن سعيد مغريب مسكن هذا الحين البيت هذا بيت خليفه عبد الله بن علي شارين عند واحد ما شارين من عندهم مسلسل واحد مسلسل اسمه عاهن بعد جاي من دبي تاجر لكن خذ من الارض هاي وسويها مكان هذا هذا مسكن هنا صدام بن ساعد هذا وين هذا هنا مساكن عبد المطاوعة عبد الله محمد اخوانه هنا ما كان يدا ما كان مبنى كان مساكن هنا كان مسكن خيام وخداع هذا المخزن مبنى ومسكن ثاني عبد الله محمد مغريب هاي المساكن هنا مساكن عبد الله بن سيف محمد سعيدي ما اسمه سعيدي هاي مساكنهم وهذا منه مساكن منا العلي محمد مغريب كان خيمه هنا خدعه هذا مسكن عبد الله بن سعيد الخيام والخداع والحجره هاي اول ما طاح السميت سوى الحجره هاي بحصى وسميت قدام السبعينات ابنائي هاي هذا مسكن معاذ بن سيف هذا المخزن اي ما حوله تحت هذا مسكن خميس بن علي وهذا مسكن الحصن هذا عبد الله وخليفه والمخزن هذا على اللي يقربه المايد مايد بن علي جاهم اربعهم اربع اخوان وهي مساكنهم عاد حد بنى حصن حد بنى خيمه حتى تعبضوا كلهم تعبضوا عليهم كلهم اولاد عبضتهم كلهم عن كل شيء كل ما له انا على مزرعه على مزرعتهم وعلى مسكن عبد الله مسكنه السوق كيف السوق يقول عنه هاي بلا السوق من الحين سوق عليه يقول ابو السوق يطعم الحصن هنا كان ليه ثقبه هذا وينها؟ كان ليه ثقبه. لا عمو موجوده الحين بسوها. ولا هاي الشريعه هاي. يا شيخ محمد، يا شيخ حمد منا قحمنا ومشيت ويا لين وصلنا وصلنا هذا وين؟ وبعدين عدت فيه وعدتنا وياه. ودي طال عمرك المال هاي يومي بمرت لي لما اقول لك المال ميت فين صري؟ المال ميت. يوم بمرت المال البلاد حيت البلاد. ما صري؟ يوم احنا هاي المال يوم بل علي. يا محمد طب العمر يعني امر وايد ما كان هو من مربى حتى امس يوم مره ثانيه يوم قحم وصل تحت يبي يشوف شو مسوي يا محمد يبي يشوف شو مسوي شيء استوى ما استوى على تعب وحصره يبي يشوف شيء حتى عمرها راشد الله يرحم روحه شيخ راشد بن سعيد كمل شيخ محمد من راشد هو اللي كمل عمران حتى من بعد ابوه كمله هو وما زال يدو كريمه مصوبنا. ما مصوب عارفينها من الكهرباء ومن الماء اللي بيوز في المزارع. الحين حصل شيء على كذا. مساكن شعبيه بلاش. ناس يحصلوا فلوس الحين احنا بلاش. فعليك شيء وقيمته.